اللي عن طريقهم هم إجا كلمك حازو بصراحة باش نسارح. قل عادل والمحامين هذم كلهم معروفين لدى حتى أوساط القضاء إنهم وسخين صح، وإنهم معناها حتى كي تدخل عن طريقهم حتى تبدأ أمور. بس أنا سمعت حاجة، ما تتغشش مني أنت. انا اللي عم تقول لي كمال الطايف يحكم بالدوله وسياسي، ما صدموا له هذاك اللي مع البليونير شلكوه يا ولدي، شلكوه. ليه 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 زدموا انه مش شلكوه هو، ما عنده حتى علاقه البليونير. تعرف ملك شكون هي؟ لولد اخوه. لولد اخوه. ايه ولد اخوه فرخ صغير. والموضوع اللي هبطته انا واللي قلت تناجل عليه هذاك اصل الموضوع هو يوسف الشاهد اراد انه يعمل القائمه بتاع اللي نحى من اجل وزير الداخليه 12 اسم، ونحن فضحناهم في وقت الاجتماع ما بين القصبه وبين الداخليه، وقت اللي لموا الفرق وكانوا خارجين ل 12 اسم منهم كمال الطيف، والواحد دخلت حتى سفارات اجنبيه. هذا كله ايه قل لي. والدخل الرئيس شخصيا معناها لتحفيز المازن، هما وقت اللي تباعوا وجهوا الانظار للمحلات، وهو مش مشاو للبليونير بركه، راهو مشاو للبليونير ومشاو للبورا بورا ومشاو لباتريك صديقي، هو زاد يهودي اللي عبد التوريك اللي تعرفوش اللي بعد نزل كريم، مشاو للناس الكل. وباش نقول لك حاجه، اللي قال لك شلكوه هو الموضوع وما فيه انه المخالفين لقاوهم محلات اخرى غير البليونير، هو ما مش مخالف وما قاو عنده حتى شيء، وهزوا ثلاثة ولا أربعة بيبس ما فيهمش فاتورة فقط، معناها بالعكس هما تشلكوا، معناها يوصلوا بالفرق هذيك، والمدير العام المصالح المختصة بنفسه هو اللي يشرف على العملية، لأن العملية كانت أكبر من هكاك، لأنه العملية زي في الأمور الأمنية كانت تفهم أنت ولا حاجة، يعملوها فرقة سياحية معناها ما تطلبش أنه تتلم لها الفرق الكل. يا أخي بس أنت كيف عرفت باجتماعات وقرطاج وقصر ودنيا يا أخويا؟ بلاش تخاف منك أنا. الخوف من ربي. حاجات هذه توب سكريت بتكون بالعادة بالدولة. المشكلة نحن تشلكت لأنه العباد اللي تحايلوا عليك، والعباد اللي حرقوا كرامة الباجي والواحد، هذوما كلهم عباد لو كان في دولة ولو كان في قوة قانون في تونس، والشيء اللي صار لك تو راهو ما صارش الشيء هذاك، معناها رانا نحن في الاخر بكل نحبوا نغلبوا دولة القانون ونحبوا نقويوا الدولة، واللي قاعد يصير ما هذا الكبيرة برشا هذاكم نحن نتصدوا باللي نقدروا معناها للشيء هذا، وربي يوفق وربي ينصر الحق لك هب. هذا اللي طالبينه. خلاص يا خوي انا جايك مسلح ومحزم، وانا افضل التعامل حتى بالفلوس، الفلوس كذا ما بدي ابعث لك ربعه، بدي انا من راسي لراسك يا اخي. بعرف اخويا، بعرف ربي فضلك. انا اقول انا عندي حل في شركه بتاع جانسي موبيلي في المرسلين، يعني وبستغل في العقارات وبستغل في الواحد وبستغل، هذا شغلي معناها نورمال، عندي اراضي في الهوارية، عندي نزول في الحمامات، فهمتك وعنا العبيد اللي بالحق معناها حتى كي باش تدخل في البيعة ولا في الاستثمار ولا في المشاريع عبيد نظاف من اولها، ربي يخليك. والحمين والتراخيص وكل شيء. انا لما تدخل مش نقص عليك، حاجة، أنا نحب ظهر في الأمن، ظهر في القضاء، ظهر سياسي قلت لي كمال، وظهر بالقضاء وظهر بالأمن، فهمتني؟ أخ طارق، وقت اللي أنت أو باش نقول لك أنا حاجة، أنا باش نحكي معاه شخصيا. إيه؟ قال لي أنا باش نحكي معاه شخصيا كمال على موضوعك. باهي أنت وقت اللي يقبلك كمال الطايف، انا عارف انا لو اجى كلمك ما نوعدكش على خاطر هو شخص راهو توا الي تري ديسكريت، ما نعرفش تفهم فيا ولا ايه سري، وهو
صديقي وصديق مقرب يعني، وزي سر بيني وبينك ولا خاطر هو يعرف البيجي مي انا ما الموضوع هذا تشوف يسبوا فينا بيه يعني وصف. ووقت اللي يقبلك الشخص هذا، وقت اللي يحطك معناها في الوقت اللي تحب تستثمر في تونس وتدخل، وقتها ما تقعدش تلوج لا، لانه اليوم 99 في السياسيين ما بيفعلوا شيء. متحيلي القضاة لازم نعرفك على 5000 قاضي، لكن 5000 قاضي ما همش فاعلين. لكن كي تدخل وتتعرف على شخص اللي هو يتحكم في الاستثمارات حتى في ميدان تجارة السلاح والواحد، ووصولا إلى تجارة الواحد معناه للمباني والوتلة، هو بطبيعة الأمر الحاجات هذه ما بتسأل عليها وانت أدرى الناس معناه. فهمتك. الكوفرتير اللي تحكي عليها ما تسأل عليها لأنه مكينة كاملة معناها بتكون في ظهرك. فهمت عليك. واضح. وبالطبيعة معناها نحن في الاخر معناها غايتنا انه استثمار في الحياة، معناها استثمار وانه مشاريع تنجح وانه انسان يلقى حقه في البلاد هذه وانه ما يتعدى عليه حتى شخص. ربي يخليك. ربي يخليك. وبالطبيعة وقتها على حجم الاستثمارات بالطبيعة واحد باش يربح فلوس، ماهوش أكيد. هذه حاجة تجارية مش باش يرتزق من أجل أنه يفضح العبيد. خلاص. وأهم شي بعلاقتنا تكون سرية. أهم شي العظيم، أقسم بالله العظيم موقفنا أنه ما دخلنا في الموضوع لأنه موضوع حساس. موضوع الشخص قلنا هو صديقنا ويسر معنا كباري ولا واحد معناه. قلنا انه العملية انه عمل اجرامي ما شاورنا عليه، وفي وقت اللي يقول الراسي مثال يلقانا بشبه نحن ندعيه بانه ربي يخلص وحده، لكن بصراحة الاعمال زي ما شاوش عليها لانه احنا ما كريت سمعتنا واحد وكل شيء ندخل في مواضيع كما هكا كل واحد وهو أبوه وأخوه ودارهم ما عندهم منقصين علاقاتهم أكثر منا نحن في مع رجال السياسة مع رجال الحكم، عندهم بيريز الحداد، عندهم رونيت طرابلسي اللي معناها كي يريد يقابل رئيس الجمهورية يقابله في ربع ساعة معناها ما يسحق ولي فروق ولا طارق الرياحي. فهمتك. في المواضيع هذه معناها فهم عبيد لأنهم يكرهونا وثقوا معلومات خاطئة للباجي أترافيرها الباجي وهي سيرين وصلت معلومات غالطة لكم انتوما أترافيرها لأن صحيح احنا أصحاب واحد وكل شيء مع وفير الواحد. أنا طيب معلش ربي إذا كلمة عندي علاقاتي في القضاء، عندي علاقاتي قادر أني نوصلك لوزير العدل شخصيا. أيوة قادر أني خلاص منتفقوا شوف الخدمة منتفقوا أخوي الغالي يعيش. انا هلا انا ماشي للخدمه توا نكمل وغدوه ان شاء الله نتهاتف. اوكي وراح ننبه على اليهود، انا راح ننبه على اليهود انه ما يعاونوها لانه لو يعاونوها راح نصبح عداء انا وياك. هكا هاو يرحم والديك واضح. يرحم والديك اخي وليد. اوكي شكرا اخي وليد، شكرا. يرحم والديك. ها حبيبي حبيت نتاكد من المعلومه هذه فقط. لا انا مره قلت له انا مره هذا بهيم اخوه قلت له بحكي كلك قلت له السياره تو انا نعوضها له فهمتني. كلمه تتقال معناتها كبشوا فيا وانا شي يمن تتقال فهمتني كبشوا فيا يحكوا معك. ما زالوا اليهود ما زالوا يحكوا معنا معناها احنا اخذنا اذا كلمه كان صاحبي الموقف في السجن هو صديقي. فهمت عليك. للبارح هما لانه هما ازعجهم التصالح مع انا اخوه ما نعرفوش، ازعجهم التصالح بيننا نحن والباجي والواحد لدرجه انهم معناها للبارح عرضوا علينا قلت لهم احنا راهو وجه كلمك حاجه انا شافوكوا وقفت الضرب على باجي عرفت؟ قالوا لنا ليه وقفت الضرب على باجي؟ ويا خي برجوليه شنو هي المقال اللي نشرناه؟ شنو هي المقال اللي نشرته على المختصه واجتماع القصر وما بعرف شنو هي المقال هذا؟ يا اخي ما تطلع ليش المختصة انت من بعد وما في بليش
لا نحن مش مختص اخوي، نحن كيفاش عرفت بالمعلومات هذه؟ نحبوا الرجل كيفاش عرفت بالمعلومات هذه؟ نصارحك وكل صراحة بيناتنا وراس بنتي بيناتنا يا اخويا، نحن رانا اصحاب هذه الارض. فهمت. واذا فما عبيد اليوم تعتقد في نفسها انها كبرت شوية باش تغزوها الحجم، نستنيه واحنا نستنيه في اللعبة الاقليمية توفى، نستنيه في سوريا تتلم، ونستناو في ليبيا تتلم، ومن بعد في حديث تو اتو نتقابلوا في الخير تو تشوف وقتها. ولانه اليوم احنا عندنا حرب، لانه هذيك علاش انا بيجي، لانه دخلنا في حرب نتاع صغار وطيحنا من قيمتنا، لانه على خاطر مشي عطى الملف هذاك والواحد ولا يكتبوا فيه ماهر زيد ونام حاج منصور وواحد الحملات التشويهية، لانه نحن الكاليبر بتاعنا معناه في ال بنلعب فوق. هما البيزي طيحنا الديفيزيون بتاعنا. اسمعني برجولية، وليت احنا كي جاوبنا وقت اللي هبت واحنا كي جاوبنا، انت شفت معناها اتصلوا بيا راهو اللي حرك في ما في واحد. الو خويا، الو تسمع فيا يا خويا؟ تسمع فيك. شرشت تليفونك؟ شرجيته. ايه اسمعني، شو كنا عم نحكي؟ هيك كنت عم بحكي لك ننزل انا وشريكي وكذا. انا برجوليه اسمعني وخلص، مش انا ما بدي احط بيناتنا حدا، بدي يكون التعامل بيني وبينك. انا نازل، انا شوف انا نعتمد على ربي ثم عليك، ما بدي اتبرمج في تونس، فهمتني؟ يعني انا لو تلقى لي شكون سياسي ظهره قوي كلمته مسموعه، انا شفتك تو قريت لك مقالاتك. تفضل تو كل لي اذن فقط. تفضل انت اذا تحب تستثمر في تونس انا راح اعرفك. الو نسمع فيك. انا راح اعرفك على عبيد، انه انسان صاحب مبدا وفما مشروع حاليا. نحن ضد، خليني نقول لك انا حاجه وصارح، احنا حاليا ضد يوسف الشاهي وفي صف رئيس الجمهوريه باجي خالد السبسي. فهمتك. وضد يوسف الشاهد ومخططه. احنا هذا العالم اللي كنا نعيشه فيه، والطريقه اللي عملها البيجي الرفرافي في انه معناها اترافير مونير بوعزيزي واترافير محمد يا ولدي مالوش دخل، يا ولدي والله ماله دخل، والله ماله دخل. في بالي ما نعرف وتعديت. يا طارق ايش خويا ايش اكلمك حاجه يا طارق، هو صديقي من 2004 وانا نعرف معناها على البيجي ما لا تعرفه انت. وين البيجي معناها سي وقت اللي وقف الضرب، وانا خديت ما عندكم حاجه ولا خديت ما عندي حاجه ولا لا حاجه، لا 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 وقف الضرب علينا، وقفنا الضرب لانه واحنا وقت اللي هما هبطوا 1000 مقال انا وقت اللي هبطت جوز مقالات رجيتها للدنيا معناها على خاطر لانه ما نحبوش نلعبوا في المستنقع هذاك، ومش مستوانا المستنقع هذاك، ومش مستوانا الحرب القذره اللي يلعبوا فيها العباد هذيك، واللي هي مبنيه 90% على الكذب والاشاعات. لكن نحن وقت اللي نهبتوا حاجه صحيحه. انا في منطلق الحديث اللي قلته لي تذكر ذات يوم في ماما الصبح، وقلت لي حط روحك مكاني وانا وش قلت في مسابقة الجمهوريه. الكلام هذاك هو اللي عباره عطيتني جوز كفوف، ومنطلق الكلام هذاك تعاركت حتى مع اليهود. والكلام هذاك معناه هو اللي رسني، وهو اللي خلاني معناه لاني انا نحب نكون صاحب موقف وصاحب حق وناقف مع الحق. يا ولدي انا لما قلت لك شوف سنين عم بشيل ما بدي يعاوني، انا بدي يوقف التدخلات، وبدي يحط الملف عند قاضي ينصفني. يعني انا اقسم بالله ما بدي معاونه يا ولدي. انا ما غير برشا دوا، انا باش نعطيك شكون ثنيه باش نعاونك، انه نحب شكون في الامن، ونحب شكون سياسي. عندك شكون المصالح المختصه؟ عندي اكلمك انا حاجه، قل لي الكلام
فلين مش لازم اقول لك انا عندي شكون وعندي شكون وعندي شكون وبعد الاخر في نعرفك ما تكذبش يا اخويا. قل لي قل لي عندك عالم ولا وزنه في الدوله سياسيا؟ انا نعرفك تحب تستثمر في تونس وتحب تولي وتولي مطمئن على استثماراتك ومطمئن على الشيء اللي ما يصير لكش ويهزولك دبشك وتكون معزز مكرم في تونس وتكون معناها صاحب استثمار مع وعندك ثقات. وواحد اجى تو نعرفك على رجل الاعمال اللي هو يتحكم في العالم السياسي في تونس الكل. انا جلستك مع شكون؟ كمال الطيف. جلستني مع كمال. كمال الطيف اما هذايا طارق بيناتنا وراس بنتي بيناتنا وحتى الباجي ما يعلم. لا يا ولدي لا لا فهمتني. انا جلست مع كمال واما حاجه بركه يا طارق انت تعاوني بحاجه طول. قل لي امرني. تعاون نفسك قل لي. انا المحامي كل لها راني لاني صحافي. هي اكيد تعرفني معناها شخصيا معناها فهمتك. لاني صحافي لحد شيء وانا كي حاسي بالملف بتاعي باش نهزه القاضي مستشار صديقي وصل الملف نحب نحكي هنا ما نجاوبك ومن نقول لك هاو تريتك الفولين وهاو تريت الفولين إلا بالملف. يطلع على الملف ويطلعوا أصدقائي على الملف بعد نجاوبك. وكي نجاوبك بعد كي نقول لك مثال لك باش تمشي الوقت الفلاني والوقت الفلاني واللي واحد وقتها بيناتنا ثقة انه كلامي انا باش تلقاها على ارض الواقع. ما هكا معناها بالطريقة هذه انا نازل لك يا خاي نازل لك كلي نازل لك هذي حاجة. وانت اذا نازل قبل ما تنزل باش في المطار ياخذوا تعليمات من عند المدير العام مصالح المختصة ومن عند مدير الحدود اعطيني كل لها المحامية تتكرم علينا انها باش تمشي نص ساعة من زمان تقابل المدير العام مصالح. نازل انا نازل ناخذها بالسيف عليها. انا نازل انت رجل لي الامور بعد اسبوع انا بكون عندك في تونس ان شاء الله. بعد اسبوع تحب تقابل تحب نشوف لك موعد مع كمال الطيب؟ كمال الطيب بعد اسبوع بعد اسبوع ويجا نقول لك حاجة. انت المحامين والواحد وكل شيء كي تمشي تقابل كمال طيف وتحب تستثمر في تونس فما محامين بسمعتهم انترناسيونال يخدموا مع اكبر الشركات بتاع البترول اللي هنا في تونس.